مواصلين معكم مشوارنا في هذا المساء مستمعينا، نمسي عليكم مجددا بالخير، وهالمرة راح ننتقل معكم مباشرة لولاية إبرة، ومعي ضيفي عبر الاتصال الوالد سعيد بن حمد الطوقي، خياط وتاجر أقمشة ومنسوجات، وما شاء الله قضى فترة طويلة من عمره قرابة 55 سنة في خياطة الدشداشة العمانية وبيع المنسوجات. مساك الله بالخير الوالد سعيد. مساكم بالنور يا جمانة، كيف حالكم؟ طيبين والحمد لله، وانتم طيبين؟ الحمد لله، كيف أخبارك أنت؟ بخير الحمد لله، أشكر ربي وحمده. الحمد لله، كيف الأجواء في ولاية إبرة؟ والله الجو معنا حار، حار الجو، حرارة حرارة معنا. الله يعيننا على فصل الصيف. آمين يا رب العالمين، آمين. يا مرحبا وسهلا فيك يا مرحبا سعيد. ما شاء الله عليك، صار لك 55 سنة تشتغل في خياطة الدشداشة العمانية. 55 وأزيد متأكد 100%، يمكن ما يقارب عمري 18 سنة، 18 طيحي من 75، بتلاقيني 57 يمكن، مش كذا؟ ما شاء الله عليك. متى بديت؟ في الستينات صح؟ في هذا العمل؟ الستينات بعد، في الستينات 100%، في الستينات بعدي. وانا رحت الخليج فتره قصيره حوالي سنه ونص، رجعت من هناك وواصلت عملي. هذا لا كان شيء كهرباء ولا كان شيء تطور مثل ما تقولي مثل هذا الوقت الحالي، كان هذا كله عديم اشياء اللي نشتريها من مسقط بصعوبه في زمن بيدفورد. اذا بغينا حاجه بسيطه على حيلة لك الدريولي، يجيبوا لنا خيوط، يجيبوا لنا حاجات، وحتى المحل ولا توجد في طاقة، بس على حيلة الناس اللي يأتوا بنفس ما أقمشتهم. وكانت هذه الأقمشة اللي هي مطورة كالتيوبو أو هذه الأقمشة اليابانية ما موجودة في زمن قماش اللي يسميوها البفتة، أو القماش الثاني اللي يسميوه ساسوني، أو غير قماش نبي يسميوه أبو جمل، وقماش ثاني اللي هي لا 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 الامريكان. هذه الأقمشة اللي كانت موجودة، لكن الحقيقة كانت ملابس قطنية باردة، هذه ملابس قطنية، وهذه كانت الملابس اللي هي كانت متوفرة في هذاك الوقت. وحقيقة كانت خياطة الدشداشة ما يقارب نصف قرش اللي هو الصرف الفرنسي بهذه القيمة، كنا نخيطها متأكد 100%. إلى بعدين سويت الحكومة الحالية وتطورت الدنيا وتيسرت الأمور، وجاءت الأقمشة من بعد هذيك الأقمشة اللي شرحت لش عنها، اللي هي الأقمشة المسمى كالتترون، من بعد التترون بوليستر، وأنواع كثير وكثير وكثير يعني، اللي من بعد الأقمشة اللي شرحت لش عنها. ومن بعد الأقمشة التترون جاءت الأقمشة هي الحديثة كالتيوبو الياباني وغير ذلك. فالآن الحمد لله أنواع وأشكال من الأقمشة اليابان ونسيج عمان وشيء باكستاني وشيء صيني وشيء كوري، أقمشة كثيرة بالمرة. لكن صراحة الأقمشة اللي هي نتاجر فيها ونخيط حال الزبائن هذه هي أزيد ماشي الأقمشة اليابانية، ونسيج عمان لا بأس ماشي، لكن الياباني فيه مميزات كثيرة كثيرة. جميل. نعم. طيب في هذاك الوقت الوالد السعيد، هل أنت كنت تساعد والدك؟ يعني هل هو كان يشتغل في مهنة خياطة المنسوجات أو الدشداشة العمانية وأنت كنت تساعده، أو وين تعلمت يعني خياطة الدشداشة العمانية؟ والسبب هو الوالد رحمة الله عليه، والله مغفر لذنوبه وسكن مساكن الرحمة. سبب هو بيني وبين كنا جاي من إفريقيا في هذاك الزمن، وأنا عمري صغير حوالي 11 سنة، كانت الأمور صعبة، الأعمال صعبة، وبقينا نتبادل الرأي أنا وياه. وأذكر اشترى ماكينة صغيرة اللي هي يسميها بوتفلاي، بوفراشة. في ذاك الوقت كانت هذه المكان المطورة هذه الضخمة للحين في زمننا الحالي ما كانت متواجدة. وهو كان الوالد عنده خبرة حتى تفصيل وحال خياطة. أيوة. وأنا تعلمت من عنده، لكن تعرف كان هو ما أن على هيك الدرجة ماهر. أنا حتى تمهرت
الحقيقة اتمارست والتقطت الأفكار من هنا ومن هنا، من دهلك الحريم اللي كان يخيط كانت أزيد معظم الخياطة يدوية، وكنت أخذ الخبر من عندي عن التفصيل وعن الخياطة، وطورناها بالمتر مع متر. وكانت سابقا هي الخياطة الموجودة هي اللي شرحت لش عنها شلاشت أبو شق، واستمرت لين ما يقارب 75 من هناك، كأنهم الناس عادوا مالوا عنها إلى الجداش اللي هي الحديثة، وبخصوص أنها هي صبحت مثل ما خبرت أنها في دوائر حكومية ما بغيوها، لأن يعني بيكون فيها ملابس قصورية وغير ذلك لعن هلك ينتقدوها، اعتمدوا على الجداش اللي هي الحالية اللي هي هذه بنسميها أبو منحر يسميوها معي هذا. نعم، إذا هذه هي أنواع الدشداشة، أبو منحر وأبو شاق وأبو شاق. نعم ممتاز. نعم. إيش قصة ماكينة الخياطة؟ يقول الوالد سعيد لحد الحين عندك ما شاء الله من أول ما اشتريتها. صح موجودة. هذه اللي هي شرحت لي عنها سابقا هي فترة قصيرة اللي هي أبو فراشة. وهي يابانية. أي السابق اللي هي الصغيرة، لكن هذه من رجعت من أنا يعني سافرت الخليج مثل ما خبرتش، وظليت حوالي سنة ونص. عندما رجعت من الخليج اشتريت هذه الماكينة ولازلت محافظ عليها، وعندي مكاين أضخم منها ومكاين متطور، لكن هذه مثل ما تقولي كنوع تراث ذكريات، ولا زالت شغالة موجودة عندي ما شاء الله شغالة، مسماها موجود عندي اسمها بيلكو عند التجار اللي هم معروفين كانوا الوحيدين ايوه اللي يوردوا المكاين قم الحاج سلمان اللواسية هم اللي كانوا يوردونها للمكاين، هذه اللي يسميها بيلكو شي بوتفلاي شي تايبيكل، هذه مسميات كانت. فذاك الوقت كم كان سعرها الماكينة؟ سعرها والله 100% ب 500 روبية. يعني كم الحين يعني؟ يمكن في ذاك الوقت حسب تركيب الصرف يمكن ما يقارب 37 حدود كذاك 37 40 ريال حلول كذاك ايوه اذكرها. وعاد فيما بعد من بعد هذه الماكينه طاحن مكاين درازات حتى ما هو ذا الحجم اللي هن الضخمات للحين، وانا بالضبط اذكر اشتريتها ب 350 روبية. شوف اللي قوم بهوان كان مكتب ما كانوا يوردوا سيارات ما سيارات من عندهم من مطرح ما شاء الله، اللي هي عاد الدرازة اللي هي مال ابو شق، عدنا قمنا الخيطة لها ابو شق، ولا زالت هذيك الماكينة اشتغلت عليها ما يقارب حوالي 30 سنة و 35. ومن بعد اشتريت من بعدها ماكينة ضخمة سينجر عاد هي اللي قمنا نخيط عليها وطورنا اللي هي دشاشة أبو شق أزيد وأزيد عليها، هي الماكينة الضخمة من غير هذه اللي شرحت لش عنها سابقا هذيك عادية ولا زالت موجودة عندي محافظ عليها. واشتريت فيما بعد مكاين أخرى لكن هلا الماكينتين محافظ عليهم، هذه واحدة اللي هي ثانية اللي هي الدرازة عمرها الحين أذكر كانت مولودة عندي جايبينها من مسقط ومتين أنا وياها في سيارة واحدة، وعمرها البنت الحين 42 سنة ما شاء الله وسنين انت البنت هذيك أذكرها بالضبط. أما السابقة هذيك مثل ما خبرتش 52 51 سنة اللي هي البنكو، وهلا كلهم موجودات ولا زال شغالات اشتغل عليهم. الله يطول بعمرك الوالد السعيد. في ولاية أبرة اللي يريد يوصل لمحلك وين يحصلك؟ والله معروف ما تسألي عني أي واحد إلا بيخول ليش دكان سعيد، وتو الدنيا سهلة باغين تزوروني يعني معناتكم إذا ممكن نسلم عليك. سوق إبرة، سوق إبرة التجاري. نعم. بجنب المستشفى القديم، أنا دكاني مقابل باب المستشفى بالضبط، من تواصلي هناك وتسالي حي الله واحد من لك التجار وين دكان سعيد الطوقي
واليوم الدنيا سهلة، بندعي الأولاد يعطيكم اللي هو الموقع. ما تقصر، فيك الخير. أيوة. الوالد سعيد. أعتقد هو خبرني الوالد سيف، قال لي حد اتصل بي من التلفزيون يبي يتكلم عندك وكذا. أنت ما تواصلت مع والدي سيف؟ نعم أكيد طبعا، احنا حبينا يعني نعرف تفاصيل عملك في خياطة وتجارة الأقمشة والمنسوجات، ومحل الوالد سعيد مستمعينا في ولاية إبرة تحديدا للي يحب يزوره. عاد على منطق لسانكم ان شاء الله، واتشرف بوصولكم، وانا دائما موجود في الدكان، لكن اعطوني خبر قبل بيومين عشان حاضرين. اكون موجود. حاضرين، شكرا لك الوالد السعيد. وهذا رقم الوالد سيف اذا بغيتي، ما 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 صعب، 79 70 22 7. شكرا 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 لك الوالد السعيد. شكرا على الاستضافة، وأشكركم جدا، وعساكم تزورونا إن شاء الله بإذن الله تعالى. أكيد لنا زيارة، وبتحصلوا المفيد أزيد وأزيد على الطبيعة، بتشاهدوا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا شكرا. حياك حياك الوالد السعيد. مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا. مع السلامة. شكرا.